منذ انطلاق الخطة لا يوجد أي مشاكل أو أي معوقات في تنفيذ هذه الخطة. نعم. بالعكس هناك تعاون جدا كبير من بقية المديريات والوزارات المعنية لإنجاح هذه الزيارة. هناك تعاون مشترك ما بين سيد معالي وزير الداخلية المحترم وقادة الحشد ورئيس أركان الحشد وقيادة عمليات الحشد. فتحت أكثر من قيادة وسيطرة في بغداد وفي كربلاء وفي البصرة لإدارة هذه هذا المحفل الديني. كذلك هناك جهد استخباري أمني خفي لا يعلم به بقية الناس والمواطنين وبقية الجسم بقية الزائرين. نعم. أنه معاونية الحشد تمتلك أجهزة ومعدات فنية تسيطر على الجو من الأسام الغريبة في حالة وجودها وتهديدها، ممكن أنه نسيطر عليها وإسقاطها أو السيطرة عليها. هذا الجهد تنفذ في ثلاث محافظات، أولا في كربلاء هي المعنية بالزيارة، ثانيا في الكاظمية المقدسة. نعم. كما تعرف والمشاهدين أيضا أنه الزائر الأجنبي اللي يجي ما يزور بس كربلاء، لا يزور كربلاء ويزور الكاظمية ويزور سامرة. فوفرنا عندنا خطة أمنية وخدمية لتأمين هذه الزيارة.